هذا يقول أخذت كرسي لأداء الصلاة عليه، هل هذا يجوز؟ إذا كنت عاجز عن القيام وعن السجود ومحتاج إلى الكرسي لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. إذا كنت تحتاج إلى الصلاة على الكرسي ولا تستطيع القيام ولا السجود على الأرض، يجوز لك تصلي على الكرسي.